السلام عليكم خاوتي، اخوكم سفيان توجو. سكتنا يا صاحبي، عندي الفيديو سكتنا. شوش سقساني بزاف عباد، قالوا لي كيفاش تتعامل مع الكارجا ديالك كي يكون عند تما الكوبل تاعك عندهم الفراخ. ما كاش ديفيرونس خاوتي، الزوج راه موالفينك على بالهم بلي ماشي موالفينك شويه، تما صافا يعرفوا بلي نورمال. واش دير نتايا كيما انا عندي نقول لكم الكوبل هذا اللي وريتكم ديجا. جيت هذايا واش ندير دوك نوريكم واش ندير. دقيقه خاوتي، دقيقه. انا معلق، راكم تشوفوا معلق هنايا، نهبطها نورمال دوك نوريكم. قلت لكم ديروا تما ديروا هذا الفيلي هذا يساعد بزاف هكذا. معك نورمال طلع تخرج غير هذا سيك، ما تخلطش فيهم بزاف هكذا، ما فيها شغل بزاف. انا باسكو ندير اكثر من هكذا تما نساعد. تنحي هذوما، نحي هذا تخرج هذوما باسكو انا ما عنديش بزاف من بدلتهم وداير وسمو تخرج من العش، فهمتي؟ تخرج من العش نحي هذا الحشاوش هذوما نورمال تخرج. تكون تحضن تخرج، كاين فما اللي يخرجوا كاين فما الله ما على بالهم بيك كاع. ها ندخل يدي نورمال، نخرج كاع واش نسخ لازم نخرج. نزيد نحي هذايا هاذيك زعما نقولو شوف تاع طاري ها هاذيك. شوفي مساكن هذا نبدل هذا باسكو نوصيكم، برك نوصيكم فوق لاكوبلومون خاوتي، نوصيكم بهذا الرمل نوصيكم. هذا فيه واحد العشرة تاع البسباس تاني باش يهرب القمل هكذا، باش يهرب القمل. وهذا ما كان خاوتي ما تنحي هادو، نحيهم شوف لي زين نحيهم ومام طون. نحي هدايا، نحي كاع تاع الماكلة هادوك، نحيهم كاع ومام طون، حطهم هنايا ومن بعد كدي هذا روح نقيه وكدايا ومالك عاود دير الرمل. وهذا ما كان خاوتي عاود رجعو وعلق لاكاش تاعك ولا كوراك دايرها نورمال ما فيهاش تقلق. ها ها هاي خرجت من العش ومن بعد نشوفو ولادات دارت وش دارت. ثلاثة حبست في ثلاثة، تسمى خمسة هونتو حبست في ثلاثة. هذا ما كان، هذا ما كان خاوتي ما فيهاش زعما الخلعه ولا نحي هادو، ما خليها هنا في الارض، خليها كيما راهي في الارض. ومن بعداك روح نقي وكدايا فوالا، باسكو ما تسيش تخلط داخل لاكاج تنقي لهم لاكاج وكدايا باسكو نورمالمون هاد الوقت. واش ندير تاني خاوتي؟ صبروا عليا الثقه، صبروا عليا الثقه. سمحولي يا باسكو لا خاوتي علاه هذا الوقت يقتل يكثر القمل. واش دير يجيك القمل؟ انا راني داير الغبره مع الاول قبل ما تبني تما بلاش ديرها الغبره، هذه الغبره تاع القمل. واش ندير ثاني؟ كي نحي لاكاج، كي نحي لاكاج منا زعما هكذا فاليكم نقي هذيك الجهه ديالهم، لازم تجي نقي باسكو لا يجيك واحد الحشرات دبان. ها كنت تشوف ها ولا كنت تشوف انا شو الدبان هذا صغير باسكو داخل. واش ندير انا؟ نحكم هذه هاني تاع القمل كيما كي نقي كامل نفشفش شويه، مازال ما نقيتهاش نقيها نفشفش شويه غير تما. مبارك ندير هكذا هكذا فوق الكاج هكذايا، نرمي هكذا هكذا بك هكذا بك لاكاج ومن بعد خلاص ما كان والو. مبارك نعاود نرجعهم سي بون، ما فيها زعما ما تقلقهمش. دوك نقول لك العش، ما تنقول لك العش ما والو، رانا دايرين كيما نقولو حنا تجارب و فهم. هذه هي هذه تجارب. على كل حال هذه تجربه، فهذه صغيره، هذه صغيره، هذه تاع العام هذه اللي رانا نهضر عليها باسكو كاين سوافد كابابي ينقلو كلاش هكذا خاوتي. تسمع هذاك واش مولا راح وشنو فتحت واقعي كي ترمي لهم هذايا وهذا ما كانش في الجزائر تحكي عن بومبا تاع القمل ما يقتلهمش. هذا ديرو في لاكاج ديرو في زواوش، هذا ما كان ديرو في زواوش نورمال. وشنو فتحت واقعي باش يخرج هذا؟ صدعني هذا، معليش اسمعوا شويه الغنى. راني نخلي معاها المال، ما ضربو ما كسر لها البيض ما تكسرو ما والو، ما شاء الله ربي يحفظهم هكذايا. وهذا ما كان خالتي، هذا ما كان، هذا واش دير؟ هذا واش دير تعامل؟ تعامل معاه نورمالمون. راكو فهمتوني واللي ما فهمنيش نزيد نفهمو. هايا خوكم سفيان توجور، السلام عليكم.